أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب استقرار في الوضع الجوي على كافة المناطق الشمالية وحتى على المناطق الجنوبية. عدا خلال الصباح ضباب سيتكون على المناطق الساحلية الغربية ليزول تدريجيا مع تطاير الرمال على الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الشرقي. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 16 درجة إلى غاية 20 درجة على المناطق الشمالية، نرتقي ب 25 درجة على بشار، 24 درجة على كل من طام نراسات وجانيت، لترتفع لغاية 31 درجة على الصحراء الوسطى. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى تبقى فصل نرتقب كذلك ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة، موجات حار ستجتاح الصحراء الوسطى كذلك مناطق الجنوب الشرقي، نرتقب مقاييس ما بين 45 درجة إلى غاية 46 درجة على الصحراء الوسطى كذلك حسي مسعود وورقلة، ولن تتعدى 42 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد هناك تموج تقريبا على طول الشريط الساحلي، حتى رياح من معتدلة إلى قوية خاصة على السواحل الوسطى وكذلك الغربية تصل 50 كيلومتر في الساعة. جولة خاطفة إلى بعض عواصم أمريكا الشمالية، أين الأمطار بالموعد على موريال بكندا كذلك على توبيكا ومكسيكو، أجواء صحوة على ميامي وفانكوفر وأجواء متقلبة على باقي العواصم. أما عن درجات الحرارة في ارتفاع خاصة على لوس أنجلوس مع 32 درجة، لكن ستنخفض أقول إلى غاية 15 درجة على موريال بكندا. وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون إن شاء الله في تمام 5:48 دقيقة. ولأكثر تفاصيل عناوين مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة، شكرا على المتابعة، صيامكم مقبول والسلام عليكم.